شكرا نجلاء على هذه القراءة الإخبارية الموجزة، وبنبتدي مع حضراتكم مشاهدينا استعراض سريع لأبرز يعني تغريدات عدد من المفكرين والقوى السياسية وأيضا قادة المجتمع عن أبرز القضايا اللي بيمر بها المجتمع المصري أو الساحة المصرية حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي. هنبتدي مع مروان يونس الكاتب والمحلل السياسي الذي كتب على تويتر: العديد من مؤتمرات لا للإرهاب وهذا مؤكد، ولكن يجب إعلان وإعلام الشعب عن دور كل مواطن في المواجهة الحتمية مع هذا الفكر. في تغريدة أخرى برضو بتتعلق بمسألة الإرهاب، بيقول فيها صاحبها الدكتور علي النعيمي الكاتب الصحفي: لا شك أن الإرهاب ظاهرة عالمية، ولكن لماذا معظم ضحاياه من المسلمين؟ ومن يدعم الإرهاب الذي يستهدف المجتمعات المسلمة؟ ومن يتحمل مسؤولية مواجهته؟ خالد الزعتر المحلل السياسي الإماراتي كتب يقول أيضا على تويتر: رفض أمريكا إدراج الإخوان على لائحة الإرهاب برغم معرفتها بتاريخ الإخوان الإرهابي يؤكد أنها غير جادة في محاربة الإرهاب. داعش أيضا ترتبط بالإرهاب. دكتورة عائشة بشر بتقول في تغريدة لها: داعش لن تستمر لفترة طويلة في الشرق الأوسط، وهي ظاهرة تم تضخيمها من جانب الإعلام الأمريكي. أما عن حادثة اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين فكتب عنها مأمون فندي مدير معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن، يقول: جريمة خنق الوزير الفلسطيني بأياد عارية، الجنود الإسرائيليين فيها رمزية واضحة لبدائية الاحتلال وبشاعته. بنبدأ الآن استعراض أبرز عناوين الأخبار في الصحف المصرية القومية والأخرى. معنا للتحليل والتعليق اليوم الأستاذ حمدي حنظل مدير تحرير جريدة الجمهورية. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير، بنرحب بحضرتك أستاذ حمدي. نبتدي بجريدة الأخبار أعتقد، وصفحتها الأولى كتبت: السيسي يضع حجر أساس الإسماعيلية الجديدة خلال أيام، وإطلاق المشروع اللوجستي العالمي بدمياط عقب عودة الرئيس من بكين. رؤية حضرتك لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأيام؟ يعني الحقيقة الرئيس بيبذل نشاط يعني واسع جدا متعدد الأوجه، يعني الرجل لا يقتصر فقط على المشروع العملاق اللي بدأوا في قناة السويس الجديدة، وده مشروع يعني يفاخر به أي مصري وأي قائد في العالم إنه يعمل مشروع زي ده. إنما الرجل يعني امبارح بيكرم العلماء، أول بيعمل يعني حركة هادرة لا تقف، وكلها في الآخر تستهدف المواطن المصري البسيط والارتقاء بحياته وحل مشاكله. اللي بيحصل بالنسبة لي حجر أساس الإسماعيلية الجديدة أحد المشروعات اللي الناس يمكن برضو عايزة تاخد بالها، إن الإسماعيلية الجديدة دي هتبقى شرق القناة على مساحة حوالي 70 مليون متر مربع، مدينة هتبقى متعددة الخدمات، بحيث إن يبقى عندنا طبعا سينا، دي احنا بنتكلم على تعمير سينا. تعمير سينا مش بس من عند رفح والشيخ زويد من فوق، ولكن بيبدا برضه من الضفه الشرقيه لقناه السويس، واحنا طبعا عارفين ان قناه السويس الجديده مرتبط بيها مشروع عظيم جدا لتنميه المنطقه ككل. هنا المدينه الجديده اللي هي الاسماعيليه الجديده اللي الرئيس بيضع حجر الاساس بتاعها بتخدم على هذه المشروعات، بحيث يبقى انا عندي تجمع سكني كبير بيخدم على الصناعات القائمه في هذه المنطقه، ويبقى عندنا العجله تدور في هذه البقعه الغاليه من ارض سيناء، وننطلق تدريجيا حتى نعمرها جميعا، وتبقى ده يعني ان شاء الله الوسيله الامثل لمواجهه اي خطر يتهدد سيناء هي زرعها بالبشر. واعتقد ان احنا ماشيين في هذا الطريق، والرئيس لما بيعمل ده دي خطوه رائعه. الحاجه الثانيه اللي هي المنطقه اللوجستيه،
في دمياط. هذه المنطقة بقالنا 20 سنة، أنا راجل يعني عملت رئيسا لقسم المحافظات على مدى سنوات طويلة أكثر من 25 سنة، أعلم أن أهل دمياط كان عندهم هذا الحلم الكبير أن هم يعيشوا لغاية اليوم ده ما ينعمل. لما يجي ورئيس حريص على أنه لما يعني هو أجل، كان المفروض النهاردة بالنسبة لي دمياط يعني يكون موجود معهم، لا هو أجل ده لغاية ما يجي من الصين، مش عشان خاطر تغيير المواعيد فقط، لا ده لأجل علشان يدي فرصة للبداية الحقيقية. يعني يوم ما أعلن الرئيس بدء العمل في مشروع القناة، المعدات كانت موجودة، اللوادر موجودة، القلابات موجودة، البشر اللي هيشتغلوا موجودين. فهو مش عاوز يبدأ مجرد كلام في الهواء، لا هو عاوز يقول إن إحنا وإحنا بندي إشارة البدء في هذا العمل، الأدوات موجودة والعمل بيشتغل بالفعل. وده بادرة إيجابية إن إحنا نعيش عالم الواقع مش عالم الأحلام والخيال. طيب في طبعا على الجانب الآخر مصر يعني تسير في الاتجاه الدولي والإقليمي وخاصة الإفريقي بعد الغياب الطويل. في عنوان رئيسي في صحيفة الأهرام بيقول: توافق مصري تشادي على إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وسيسي وديبي يبحثان دعم التعاون بين الدول الإفريقية. من الواضح طبعا برضو يعني برضو ده جزء من المنظومة اللي الرئيس بيتحرك فيها. وأنا كمواطن مصري بقول إن أنا عايز حركة الرئيس الكبيرة الهادرة دي يقابلها في الشارع إحساس من المواطن بأن هذه الحركة بتترجم عنده في الشارع إلى يعني حل لمشكلاته التي يعيشها، حل لمشكلة العيش، حل لمشكلة النظافة، حل يلاقي. أنا عايز الترس الكبير قوي اللي بيشتغل في إطار الرئيس، وبعدين جنب منه الترس بتاع رئيس الوزراء والوزراء الجادين. طبعا في وزراء يعني مش ما بنسمعش عنهم حاجة، إنما في وزراء شغالين كويس قوي. يبقى أنا عندي الترسين وراه مجموعة الترس بقى، المحافظين فين؟ فين رؤساء المدن ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى لغاية الراجل بتاع الرخصة؟ أرجع للرئيس السيسي والاهتمام بأفريقيا. طبعا مش عايزين يعني نرجع شوية لورا، الموضوع بتاع النيل وبداية التعامل الجاد مع ملف سد النهضة والكلام ده، الرئيس السيسي هو اللي بدأ هذه الخطوات بشكل جاد مع أثيوبيا، وبدأ دول الجوار في أثيوبيا برضو يتعامل معهم بشكل تبادل المصالح بيننا وبينهم. النهاردة تشاد جزء مهم جدا جدا، وبرضو انت فاكر حضرتك أن لسه من أيام برضو الرئيس مع جنوب السودان حوالي 7 اتفاقيات كبرى تم توقعها مع جنوب السودان اللي هي الدولة الناشئة الجديدة. انت بتحاول وايضا السودان وزيارة البشير وزيارة البشير تعال بقى نشوف تشاد معاك في حتتين مهمتين جدا. تشاد يهمها ما يدور في الشأن الليبي زي ما تهمك ما يدور على أرض ليبيا، لأن أنا وإحنا وتشاد ليبيا على شمال تشاد وليبيا على غرب مصر، فليبيا في المنطقة دي كل ما يدور على روحنا. طبعا عارفين ما يتم على الأرض الليبية هو نوع من الحرب الأهلية الشرسة، إحنا مش عارفين مين بيحارب مين، تقريبا التقسيم شبه يعني واضح دلوقتي، في دولة في الشرق، دولة في الغرب، دولة في الجنوب. إحنا مش عايزين الكلام ده يحصل، لأن من مصلحة مصر وتشاد إن ليبيا تظل موحدة بحكومة معترف بها دوليا وبحكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي. الجانب الآخر برضو ما يدور على أرض السودان. السودان بالنسبة لك هي الجهة الجنوبية منك، بالنسبة لي تشاد هي الجهة الشرقية لتشاد. أيضا ما يدور في السودان هو جزء من الأمن القومي لتشاد والأمن القومي لمصر، فأنت بيجمعك بتشاد هذين الشأنين الكبيرين. أضف إلى ذلك بقى أن تشاد عضو فاعل في أفريقيا، وبعدين قربها من منطقة الوسط الإفريقي. كل ده بيعمل لك عمق أفريقي أنت خسرت كتير قوي لما تجاهلته سنوات طويلة. النهاردة إحنا بنقرب أكتر، بنحاول نزيب الجليد اللي حصل على مدى اللي تراكم على مدى سنوات من الإهمال من جانب مصر لهذا الشأن الإفريقي. نعم. اللي إحنا بنقول إنه بكل المقاييس مصلحتنا في علاقات قوية جدا قائمة على أساس المصلحة المتبادلة بيننا وبين هذه الدول. ننتقل مع حضرتك إلى جريدة المصري اليوم، ومنها بنقرأ: كارثة جديدة في البحر الأحمر، غرق 13 صيادا وفقد 14 آخرين في حادث تصادم، البحرية والمسطحات والهليكوبتر تبحث عن المفقودين بالبحر الأحمر.
يعني خالص عزائنا طبعا لاسر يعني هؤلاء الناس اللي هم يعني راحوا ضحيه الرزق، وهؤلاء شهداء لانه من مات دون ماله ودون عمله فهو شهيد. وهؤلاء ماتوا اثناء عملهم، يعني الناس بتجيب رزق لاولادها، فخالص العزاء لاسرهم وخالص العزاء يعني انا عايز اقول للشعب المصري كله انه هؤلاء مصريين لاقوا ربهم في ظروف صعبه، بنقول لاهلهم يعني ربنا يصبركم. وبرضه بقول لاجهزه الدوله المختلفه المعنيه بهذا الامر يجب ان يكون هناك نوع من التأمين الاجتماعي لهؤلاء الصيادين وأسرهم، بحيث أن الصيادين اللي لقوا ربهم أهلهم يلاقوا نوع من أنواع المساندة من جانب الدولة، المساندة المجتمعية من جانب منظمات المجتمع المدني، عشان نحافظ على الاستقرار الأسري لهؤلاء. هذه يعني كارثة بكل المقاييس، لأن لسه لا يزال هناك حوالي يعني تقريبا حوالي 15 مفقود يجري البحث عنهم، ويعني ندعو الله عز وجل أن يعني أن يكون بينهم ناجين رحمة. برضو هذا الحادث بيفرض التساؤل عن يجب أن يكون هناك إجراءات من أجل يعني تحديد المساحة اللي من الممكن مراكب الصيد أن تتوغل فيها في البحر حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث، أو ربما السفن الكبيرة أو المراكب الكبيرة أيضا يكون لها مساحة محددة يعني لا تقترب من الشاطئ اللي ممكن تتواجد فيه قوارب صيد صغيرة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة. الحديث تريد كلام فعلا مطلوب. هو إحنا طبعا السفينة الكبيرة اللي عملت هذا الحادث تم استيقافها وترسو الآن في ميناء سفاجة، يعني بحيث يتم التعامل معها وفق مقتضيات الحادثة اللي حصلت، وفي تحقيق بيجري طبعا عشان نعرف ايه الاسباب. مهنة الصيد مهنة يعني واضح ان هي محتاجة نوع من التنظيم، لان احنا كثيرا ما نسمع عن القبض على مصريين في اعالي البحار والقبض على مصريين في الصومال والقبض على مصريين في المياه الاقليمية او المياه التونسية او المياه الجزائرية. احنا عايزين برضو يبقى في نوع من انواع التنظيم الجيد لهذا القطاع، لان القطاع ده قطاع حيوي، ومش عايزين نسمع كل يوم عن كارثه في حته، خاصه انه الناس اللي هم الناجين نفسهم بيقولوا ان المركب بتاعتنا مركب ضعيفه، مركب ضعيف عليها هذا العدد الكبير من الصيادين وفي وسط البحر بهذا ال يعني الاعصار الشديد. يعني طب ما هو برضه احنا يعني وضع برضه مش مريح، يعني هو لازم برضه كل مركب يبقى على قد طاقته، يبقى له مساحه يشتغل فيها، يعني في تناسب مركب بين الطاقه. الحاجه الثالثه برضه المهمه هي حته الاستغاثه، لان جرى لغط كثير حول لما الناس دول استغاثوا، طب مين لحقهم، طب مين اللي اتاخر، طب مين بتاع. احنا محتاجين تحقيق يكشف ملابسات هذا الامر. نعم. طيب نتحول إلى صحيفة الأهرام مع خبر عالمي، يعني المشاكل اللي حصلت في أمريكا في الأيام الأخيرة يبدو أن هي يعني أثارت كثير من الأمريكيين بعد مقتل رجل أسود. كما يعني أمريكا دي الحقيقة حاجة محيرة. يعني عمان بيقول إيه؟ طيب يا أستاذ حمدي بيقول الأمريكيون يطلقون يوم المقاومة ضد وحشية الشرطة، 750 ألف دولار غرامة التظاهر بدون إذن في إسبانيا. يعني شوف حضرتك هم بيقولوا علينا ايه وبيحصل عندهم ايه. يعني احنا بنبقى من وجهه نظرهم لما يحصل عندنا حادث زي ده احنا ناس وحشيين وناس بنتجاوز بنستعمل اقصى درجات العنف ضد المتظاهرين وضد المواطنين وبنرتكب ابشع من وجهه نظرهم. طب تعال لما انت حصل عندك الكلام ده انت بتواجه المظاهرات دي ازاي؟ ده انت بتواجه المظاهرات دي بمنتهى العنف. وبعدين قضيه هناك تتعلق بمساله بجانب عنصري طبعا. هم ما صدقوا انه يحصل نوع من الالتئام النسبي بين البيض والسود. النهارده هذا الحادث النهارده انت عارف ان هم بداوا يعملوا شعار الثوره هي الحل. يعني هناك في السود بداوا يرفعوا شعار كده الثوره هي الحل، ان احنا ما فيش حل قدامنا غير ان احنا نعمل ثوره احنا كمان. طب ما هو ده المجتمع الامريكي. طب تعال نشوف حكايه 750,000 دولار أو 750,000 يورو عقوبة التظاهر. طب ما أنت لما جيت حاولت تنظم التظاهر هنا كل العائد إزاي يا عم؟ طب ما هو أنت 750,000 دولار. طب مين لو حصل الكلام ده عندنا وطبقنا مبلغ 750,000 جنيه على المتظاهر؟ طبعا مش ممكن، مش هنلاقي يعني المتظاهرين هيقضوا حياتهم في السجن عشان يعوضوا ما يدفعوش المبلغ ده. طب ما هو طب يعني عايز هنا امريكا يعني رجاء لامريكا الغاليه ان هي ايه يعني تكيل بمكيال واحد، وزي ما بتبص
للعالم. النهارده التعذيب، الجرائم التعذيب الوحشيه اللي كشف عنها تقرير الكونجرس مع في جوانتنامو وبعد احداث سبتمبر وبعد الكلام ده كله. طب يعني ادي امريكا يا جماعه، مش كل ما يصلنا من امريكا هو المعبر الحقيقي عن الوجه الحقيقي لامريكا. امريكا الوجه الاخر هي بتحاول تخفيه وتصدره للعالم. فيعني ربنا يهديهم ويمشوا بمكيال واحد فقط معانا. نأمل. طيب إلى جريدة الشروق أستاذ حمدي، ونقرأ منها: الصحة، معدلات الوفاة بإنفلونزا الطيور اقتربت من 50%. دكتور ناصر عبدو عضو اللجنة القومية لمكافحة الإنفلونزا التابعة لوزارة الصحة يقول إن المرض لا يزال متوطنا في مصر، وأتوقع زيادة الحالات خلال الفترة المقبلة. طب الإجراءات اللي اتخذتها الدولة أستاذ حمدي لمواجهة ومكافحة هذا المرض، خاصة إنه حالات الوفاة اقتربت من 50%، ودي نسبة ليست بقليلة بأي حال من الأحوال. نسبة عالية جدا جدا جدا. ده بيقول إن في خلل في منظومة الوقاية موجودة على مستوى الجمهورية، في حالة من الاسترخاء عاشتها الأجهزة التنفيذية المتعلقة بمتابعة هذا الأمر. هذا الأمر لا يتعلق فقط بقطاع الصحة، لأن ده فيه عندنا مزارع دواجن موجودة في مناطق كثيرة جدا من مصر ليس عليها أي نوع من أنواع الرقابة، ليس عليها نوع من أنواع المتابعة البيطرية اللازمة الواجبة، ليس عليها نوع من أنواع حتى بدون ترخيص من جانب الجهات المعنية. وعندنا طبعا لما انتوا تذكروا معايا الموجه اللي حصلت قبل كده في انفلونزا الطيور، وبدانا نتكلم على، وصلنا الى حد ان احنا بنتكلم على ازاي ان احنا ممكن نستعد الى ما يمكن ان يكون من وباء جماعي ممكن يحصل، نذكر هذا. نعم. وكان في وقتها قمه الجديه والاحتراز والبتاع. انا شايف انه على مدى السنتين الثلاثه الاخيرات الاخرى طبعا انفكت عرى هذا الاحتراز، وبدا نلاقي نوع من انواع الاسترخاء الشديد جدا في الاجهزه المعنيه بمكافحه هذا المرض. حتى فوجئنا النهارده باللي بيحصل ده، زي ما احنا فوجئنا برضه باللي بيحصل في مطروح في الناس اللي هم ماتوا بسبب الحصبه. احنا عايزين نقول هنا انه حادث مطروح والحصبة اللي في مطروح اللي هم الخمسة أو اللي ماتوا أو يمكن أكتر، أنا ما أعرفش هم لغاية دلوقتي يمكن تجاوزوا الخمسة، والأعداد الكبيرة المصابة هناك بالحصبة والناس اللي ماتت في إنفلونزا الطيور في مصر، هؤلاء بيأكدوا أو الحادثين دول بس لوحدهم، ده مش هنتكلم بقى على الإهمال الطبي وعلى الكلام ده، بيأكد أن هناك خلل في قطاع الصحة وتراخي من جانب الجهاز التنفيذي يجب أن يواجه بحسم. وأنا بطلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن يعجل بحركة المحافظين علشان يبقى فيه، لأن الناس بقى لمدة طويلة مستنية حمشي لا مش همشي، همشي لا مش همشي، لا سكن الأوضاع وخلي الأوضاع تستقر وخلي المحافظين يشتغلوا بشكل أفضل من كده ويعرفوا وأمنهم. وبعدين قطاع الصحة يجب أن ينهض أكتر، مش مجرد أن الوزير يبان قدام في الكاميرات أنه راح الحتة الفلانية والحتة، مش ده اللي أنا عايزه. أنا عايز الوزير يبان قدامي لما ابني يتعرض لحادثة ويروح المستشفى يلاقي الدكتور أو يلاقي قسم الاستقبال مستنيه أو بيرحب بيه. نعم. طيب مسألة الإرهاب بتسلط عليها الأضواء جريدة الوطن من خلال عنوان بيقول: ضبط تنظيم إرهابي جديد لاستهداف المدنيين والاستثمارات في سيناء. بتنقل الصحيفة عن مصادر القول: تصفية 6 عناصر من بيت المقدس وضبط 4 واغتيال شرطيين بالعريش. يعني الحرب اللي بتاخدها مصر في مجال الإرهاب هي حرب متعددة الوجوه. هذه الحرب ليست فقط ضد تنظيم جند الله ولا تنظيم البيت المقدس ولا تنظيم داعش ولا، لا ده أنت بتخوض حرب بتوجه عالميا، هي حرب موجهة دوليا هدفها في الآخر أن هي توصلك إلى تركيع مصر، هم هدفهم في الآخر ده. ويمكن أنت حضرتك يمكن شفنا امبارح المؤتمر الكبير الدولي اللي عملته امبارح مؤسسة دار التحرير اللي هي جريدة الجمهورية، وكان موجود الحقيقة ناس عرب كثيرين. القلق من الإرهاب ليس قلقا مصريا فقط، ولكن طبعا كل غيور في هذا العالم العربي كانوا موجودين امبارح وبيتكلموا على انه لابد ان يكون هناك خطه عربيه موحده في مواجهه هذا الإرهاب، وان ما ينفعش ان دوله لوحدها تبقى منفرده تواجه هذا الإرهاب. ما يحدث على ارض
سيناء هي حرب حقيقيه بيقودها يمكن الشعب المصري، يعني مش يمكن الصور بتاعه هذه الحرب مش واصله بشكل كامل، انما هي حرب حقيقيه بتتم على ارض سيناء. هناك عمل يعني، وعايز اقول لحضرتك على حاجه ودي يعني معلومه مؤكده، ان ما يتم منعه من جرائم وتفجيرات حجمه كبير جدا. يعني ما يتم احرازه او تحريزه في على ذمه في هذه القضايا التي يتم القبض على بعض التكفيريين فيها كميات متفجرات كبيره، عربيات مجهزه دفع رباعي جايه منين، صواريخ، لقينا في صواريخ ارض جو موجوده عند بعض هذه التنظيمات. هذا التسليح النوعي الكبير النهارده ضبطوا ضمن هذه الضبطيات اللي عملها القوات المسلحه مجموعة بتشتغل هدفها قتل الاستثمارات في سيناء. شوف احنا بنتكلم على زرع سيناء بالبشر كوسيلة للدفاع عن الامن القومي المصري، هم عايزين يقتلوا الاستثمارات ليه؟ عشان يمنعوا وصول الناس الى سيناء وتبقى تظل سيناء امارة مغلقة على الارهابيين. فشلوا من خلال المواجهة وتم القبض عليهم واعترفوا، كانوا 20 واحد وهدفهم بيقول لك احنا مستنيين ايه؟ تعرف مستنيين حضرتك؟ مستنيين يجي لهم دعم لوجستي من ليبيا. شوف بقى احنا بنتكلم على سيناء وبنتكلم على جنوب الشيخ زويد، وليبيا من الناحيه الثانيه هناك جماعات منتظمه وملتزمه معاهم بتوريد اعظم وافخر واحدث انواع الاسلحه الثقيله اللي مو عشان توصل لهم هناك عشان يحاربوا بيها الجيش المصري ويحاربوا بيها الشعب المصري البطل على ارض سيناء. احنا بنقول ان ما يتم ده حرب حقيقيه بنحيي فيها قواتنا المسلحه وبنحيي فيها الشرطه وبنرثي بكل دمائنا الضحايا الشهداء الذين يسقطون هناك، وبرضه بطالب بالدوله بان هي تقف وقفه جاده لرعايه اسر هؤلاء الشهداء واسر المصابين من الشرطه ومن القوات المسلحه الذين يعني يدفعون ثمنا غاليا. نعم. لهذا حمايه لهذا البلد. اكيد. طيب اسمح لنا ننتقل من الحرب على الارهاب الى الشان الاقتصادي، وليس فقط يعني الوضع الاقتصادي في مصر تحديدا، ولكن انخفاض اسعار النفط في دول الخليج ربما سيلقي بظلاله ايضا بشكل كبير على والقى هو بالفعل على الاقتصاد المصري. جريده الاخبار كتبت تقول تراجع اسعار النفط يشعل البورصات العربيه والعالميه. البورصه تفقد 21.3 مليار جنيه والامارات والسعوديه وقطر اكبر الخاسرين. خبراء يصرحوا العالم يشهد بداية حرب بترولية والموازنة العامة أكبر المستفيدين. يعني انت عارفة برضو دي حرب متعددة الوجوه طبعا. وإحنا جواها مش براها. أكيد. النهاردة انهيار أسعار النفط مثلا من 100 دولار إلى ما يوازي 65 دولار للبرميل الواحد. للبرميل الواحد. إذا كانت الدولة تنتج في اليوم 2 مليون برميل يبقى خسرت في اليوم، اضربي حضرتك 2 في المليون، في المليون برميل فيه ال 40 او ال 35 دولار المفقودين دول، مبلغ ضخم جدا. طبعا مشكلة ده هينعكس عليا انا في مصر ازاي؟ انا داخل على مؤتمر اقتصادي مش كده؟ داخل على مؤتمر اقتصادي في مارس. ومتوقع ان شاء الله وبتعشم يا رب خير ان يبقى في عندي نوع من ضخ الاستثمارات. انا مش عايز معونه من حد، انا عايز استثمارات. كرامتي هي كده ان انا مش عايز، انا عايزك تديني استثمارات. ما احنا تقريبا قرض الصندوق وغيره كله خلاص، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على استثمارات، الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس وعلى الاستثمارات. هنا الاستثمار انا بقول ان ده هيؤدي الى ايه؟ ان ممكن دول الخليج تعمل سياسات انكماشيه عشان تعوض الفقر المبلغ الضخم اللي هم بيفقدوه. سياساتهم الانكماشيه هتؤدي الى تقليل نسبه ما يمكن تخصيصه للاستثمار سواء عندك او عندهم. فهنا هيبقى في برضه نوع من انواع التاثير المباشر عليا. ادعو الله ان يعني ان يقل كثيرا بحيث انه يبقى تاثير اقل تاثير ممكن عند المؤتمر الاقتصادي بتاعي. الحاجه الثانيه انه انت بس هنا البورصه مش مجرد بورصه في مصر، ده انت عندك المنطقه العالم كله بيشهد نوع من التراجع في البورصات العالميه. وانت عندك يمكن النهارده يمكن اكبر يوم كان امبارح 21 مليار وكسر. قبل كده كان اكبر خساره عندك في البورصه كانت 15 مليار. احنا بنقول ان ده نتيجه طبعا دي اسباب عالميه، وبنحاول ان شاء الله ان برضه يا رب البورصه تتعافى، لان البورصه بتاعتنا هي احد مؤشرات الاقتصاد القومي المصري اللي عايزينها برضه تنهض وتستمر. بالتاكيد.
احنا يعني طبعا بنوجه الشكر جزيلا لحضرتك، واحنا على وشك التعرف على اهم الانباء الاقتصاديه ايضا المتعلقه بالوضع الاقتصادي، بس بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حمدي حنظل مدير تحرير جريده الجمهوريه. الف الف شكر يا فندم، وشكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين، وتحيه كل المشاهدين الاعزاء. بنشكر حضرتك، واخبار اقتصاديه بعد الفاصل ان شاء الله.